عبر شاشة تلفزيون لبنان ورح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكولة. أنا أهلا وسهلا فيك هدى. مثل ما وعدناكم امبارح اليوم المعمول والمعمول على صنفين، ومن بكرة قدرنا جينا بنعمل كمان معمول على فستق حلبي، وبالوقت ذاته بنسويه تقريص وتنقيش. بنقشو تنقيش شاف إذا ما قدرنا، بس عجينة الجوز مثل الفستق حلبي؟ نزبط العجينة، العجينة قريبة كتير عليها بتمشي هي ذاتها. في ناس بيعملوها هي ذاتها، وفي ناس فينا نعكسها. ايه يعني هي سميدي أكتر مع طحين الفرخة، بتضل الكميات ذاتها، بصير السميد لهون وطحين الفرخة لهون بنفس المقادير يلي موجودة اليوم عندهم. هلأ فينا كمان من نفس العجينة نساوي فستق حلبي ونساوي التمر، بس أنا دايما بفضل الأفضل لأنتوا تتعلموا، وإذا كنتوا سويتوا عجينة واحدة بيمشوا للثلاثة. أول شيء جوز، عندي 750 جرام سميد، 250 طحين فرخة. بالفستق الحلبي العكس، 500 طحين فرخة، 250 سميد، العكس. سكر شو 4 ملاعق، جوز 400 جرام، زبدة وسمنة 300، رشة خميرة، شوية سكر بودرة على الوجه ما بحب كتير أنا، شوي صغيرة، وسكر 150 جرام للجوز، وأكيد بدنا لقلهم بالحشوة موارد ومظاهر. السمنة اللي هي أساساً لقلهم هون مع بعضهم قلنا 300، هني بدي يكونوا معدلين، يعني في استعمل 100 سمنة 200 زبدة، وهي الباكيت صغيرة بالزبدة 200، أكتر الشركات بيعملوها صاروا 200، كانت 228 جرام، هلا نقصوها. مثل ما أوقات بتلاقي إنه منخمن الكيس عم نشتريه عن الرف كيلو، بك طلعوا علي يمكن يطلع 900، انتبهوا لا إلا تفرق معنا بالعيار. أصبح 300 بين سمنة وزبدة، كل شخص حسب ما هو بحب. فينا نسويهم سمنة على الحل، وفينا نسويهم بزبدة على الحل، وهون استعملنا سمنة الجولدن بليت الطيب. أما بالنسبة لأقراص التمر، طحين فرخة على الحل نص كيلو. هلأ فينا نعمل عجينة ونساوي منها كمان، ما قلنا لا، بس أصولا على الحل طحين فرخة ما فيها سميد، تمر 300، زبدة 50، ما منحط بالعجينة سكر هون لأنه التمر هو يعطيها حلاوة حلو، وأكيد منعجنة منحط لها رشة قرفة للتمر. العجينة هون منحط لها مظهر وموارد ومنعجنة، بنا للنص كيلو 200 جرام بين سمنة وزبدة. يعني بشكل عام أنه وقت منقول كيلو نص بدون 600، الكيلو 400، نص كيلو 200، هيك بدنا نشتغل بالتقسيم، والأكثر والأكثر بيكون كمان على شيء أكثر ما بيأثر. رح نبلش بالعجن. شاف رح ننطلق من شيء إنه ما فينا نقول في معمول دايت. إيه برافو عليك، هاي عجبتيني فيها وعلى طول بتعجبي مثلي. ما بدنا شو هو المعمول الدايت؟ السكر هودي شوي اللي شايفتون بحطه نصه، أو بحطه شوي من أصناف لبطعت لي حلاوة وما فيها سعرات حرارية، يعني شي بسيط فرق. وهيدي الكمية بين السمنة والزبدة، أو استعملوا نوع سمنة وزبدة نسبة الماء في أكتر من هاي النسبة بيخففوا شوي كمية السمنة والزبدة فيها، وبيطلع ساعتها المعمول ده. بس أنا تسألوني بقلكن ما في معمول دايت، ما بيطلع أخف سعرات. يعني بلا ما أكل القرص الصغير في 70 سعرة، يمكن يكون في 60، يمكن يكون 55، هذا أكتر شيء بينزل، وإلا بصير يقسى المعمول وما بيعطي طعمة المعمول اللي بتفت فت تحت سنيننا ونأكلها. في شغلة كمان مهمة لازم نعرفها، إنه المعمول في حال بده يسووه دايت يعني أخف شوي،
هالسكر ما بيستعملوه، بيتعودوا على حلاوة السكر الموجودة بقلبه، أو بيستعملوا أنواع من السكر بتعطي حلاوة بدون السعرات، بتكون نسبة خفت شوي، بيقللوا نتف كمان من السمنة والزبدة فيها شوي مش كتير، وما يفكروا إذا عملوا معمول بالزيت إنه دايت، انتبهوا هي وزيت أو أكتر، أنا بقلكن أكتر من الزبدة ومن السمنة لا مثل بعضهم. أما ساعتها فينا نخفف ونكلهم، يعني يكون مقسم المعمول إنه يتاكل بفترة قصيرة، لأنه كل ما مدت الوقت معنا كل ما قسى معنا المعمول. ومن هون هالمعمول اللي نحن عم نسوي لكم إياه اليوم، أنا على مسؤوليتي شهر بهدي وبس ناكله بفتفت هون المرجلي بتحضير رسيت تكون طيبة ومليح مسيطرين عليها. حطينا السميد يلي هو 500 جرام، طحين فرخة 250 جرام، منجيب كاسرولة. أيها سكر هسه هاو السكر بيستعملوا بخفف، وأنا خففت كل شيء حسب نسبته، منخفف شوي صغيرة من السعرات الحرارية فينا نسميه إنه أخف أو للحمية. منحط الزبدة وبحط السمنة أهم شي هون ما تغلي، ممنوع تغلي، بدنا نحلهم بدون ما يغلوا، هيدي هي العملية. هلأ شاب المعمول ما في مي بس السمنة والزبدة هما زهروا موارد. نعم يعني هلا اذا من هون المعمول بنقول انه غني بالسعرات مثله مثل البقلاوه تقريبا. رشه خميرة صغيره على طول، السمنه بدي ضلني اعمل هيك فيها والزبده لتذوب وانه ما يطلع معنا. هلا شاف امبارح ما تغلي بالكعك. نعم. انا وقت حطيت الموارد انت انقذت مزبوط لانه لازم نحطهم مع المي. اليوم ما في مي بالمعمول بس في مزهر وموارد كمان. أوك. ممنوع تحطيها قبل. ايه كمان يعني كمان بعد ممنوع السمنه وال مزبوط بدوي نفتها. هلا بيتركوها رياحة لاني قبل ما نضيفها، في ناس من عشيه لع بكره وبعده مقتنعين قد ما تغيري لون انه ساعه بيمشي الحال، لا من عشيه هيك الوالده معلمتنا من عشيه لع بكره خليهم مثل السفنجي. اذا هون عندي شويه مي، انا جبت سفنجي حطيت عليهم، اول ما احطها خمس دقائق شربتهم تركت اياها لتاني نهار بعد ما امتصتهم، يعني ما في ما منه غلط بس على الفاضي مثل ما بيقولوا. طفيت النار وشوفوا بعد قالب الزبده ليش، هلا الحراره الموجوده فيها هي بتدوب. خلطيهم شوي اعملي معروف مع بعضهم، لازم ينمزجوا مع بعضهم. السكر قليل، الخميرة كمان كتير كتير قليلة. دابة الزبدة بعد فيها شقفة صغيرة، منبلش ننزل المواد الدهنية منسميها من سمنة وزبدة عليها. يلا هلأ من زمان شاف كانت الزبدة مش كتير موجودة، ايه مثلا بتضيع، كانت اكتر السمنة اكتر السمنة. هلا شو الفرق بين زبدة وسمنة لنوضح للعالم؟ إيه؟ الزبدة اول شيء ثقة لأي شخص بده يفتح شركة تصدر زبدة او تنتج زبدة اجباري لازم يحط نسبة الحليب ونسبة المي اللي بتكون فيها يلي بتتراوح بين ال 14 و 18%، وأكثر الزبدة هي 16% مي فيها. أما السمنة هي 100% مواد دهنية أو 99% ولكن من عدة مصادر، فينا نسويها من الحليب على الحل، وفينا نسويها من إشياء نباتية أو مع بعضهم إشياء مهدرجة، وصار عنا أنواع من السمنة. من هون ثقة السمنة بالمستهلك كتير مهمة بين المورد والتاجر والمستهلك، كتير مهمة انه تكون منيحة.
شو كيف صارت معي؟ منيحة بس المهدرجة يعني لو قلتها شايف بدك أمين. بندوب غيرهم هلا. هلا منحط لل هاي ديك للتانية للتمر. مزبوط. هاي للتمر. هاي بدي أعملها شوي دا يتشلت شوي أنا من الزبدة والسمنة. خففنا العيار. يلا. منضيف ما زهر. موارد. يلا. عجينيون. بهالوقت انا بدي اطحن الجوز. بدنا ننتبه ما بدنا نطحنه على آلة كتير سياسر. بدناش نطحنه كتير. آلة قصدك شايف؟ منشان ما تجبل الحشوة بقلبها. للمعمول. للمعمول. هاي الجوز بعده خشن. رح فرجيكم اياه هلا. خشن هيك لازم يكون منشان ما يجبل المعمول اللي طحنه كتير كتير ناعم. شو صار عندي هون؟ بدهم شوي بعد. ضيف السكر على الحشوة. بندوب شوي ومنوقف. نحن عندنا ربع كوب هون أكثر ثلاث أرباع الكوب. هاي بخلط. الجوز مع السكر للحشوة. وهون شوية موارد أو مزهر للحشو. ما بكتر كتير منشان ما جوا بقلبها تقسى. هلا بدي أدعك أنا بهالوقت. يلا خي التمر. يلا منيحة. يلا منيحة منيحة. منغطيها. منحطها بجات صغير. يعطيكي جات. حطيها هون. هون اللي
كل ما كانت نوع السمن منيحة يلي هو الصفار الحلو فيها والزبدة تعطينا هيدا اللون. يلا رح نبلش بالتمر. حط معهم شوي هون سكر. ما رح نحط لا ما بدي سكر. منحط مواد دهنية. يلا حركيهم مع بعضهم. برافو. أنا حرك بهالوقت التمر مع الزبدة والقرفة. هلا عملية الفت ضرورية شايف ما هيك؟ ما بدنا نحطهم كلهم. هيل بيعطي المعمول النكهة الطيبة. هيل بيخلي إنه بس ياكلوها تفتفت. ايه هيدي عملية الفت كتير مهمة. هاي الزبدة بنحط معها التمر. يحط لك بوارد. التمر بيكون شوي قاسي بالاول، الزبده هي اللي بتطريه. نعملهم هيك شقف لتصير تاخد شوي زبده معهم ويطروا على بعضهم. وعي صغار عم نحط شوي شوي. هون ما رح نحط مزهر؟ بلا حط مخلوطين مع بعض. اوكي. هي التمر عم بدعكوا مع الزبدة. رشلوا رشة قرفة بيعطي نكهة كتير طيبة. دا ياخدوا بعضهم مزبوط، لأنه إذا ما بحط هالزبدة، يعني في ناس بحطوا أكتر زبدة 300، أنا حاطت 50 جرام، هذا أقل شيء ممكن إنه نضيف زبدة لإلها، وإلا في ناس بحطوا 100 و150 نصة، لا بصير طرية أكتر معهم بالأكل، بس بتنصح أنا ما بدي فوت فيها. عم نخلي التمر هو أساسي لإلها مع شوي من الزبدة تعطيها طراوي، وبالأخص بعد ال الخبز. عملنا شوي. يلا. ومناخذ اتصال. الو. بونجور شيف. بونجورين، يا اهلا وسهلا فيكي، مين معي؟ كيفك؟ منيح. معك ماري. أهلا وسهلا فيك ست ماري، كيف صحتك؟ الحمد لله. شو بتحبي ساعدك؟ ست ماري؟ شيف أنطوان؟ نعم. عامل معمول وكعك حضرتك بالفندقية؟ عملنا ايه، بس هلا عم تحكي؟ ألو. هلا ما بقى عندك يعني؟ في ملحقي حالك اذا بدك لحقي. شوف المتر الياس بال قدام بتبيعوا الكعك معمول؟ تكرم الكيلو مشكل 25.
يا هاي خلصت. نجيب صينية ومناخد اتصال جديد. اعطيني لشوف بس المقطع. دايما قبل ما نكعزل بدنا نشوف على اي مقطع بدنا نساوي التمر. على هيدا المقطع. الو الو شيف انطوان. اهلا خينا بطرس، كيفك؟ يطول عمرك، ميرسي كثير على اتصالك انت، على حكياتك الحلوين. تسلم حبيبي، تسلم، يا اهلا وسهلا فيك شيف انطوان. ايه حبيبي، بدنا منك على بكره تعملنا كبت الراهب، هيدي بيعملوها نهار الجمعه بس تيتعلموها، تيتعلموها يعملوها الجمعه. بعتذر، بكره رح نعمل معمول تنقيش ومعمول بالفستق الحلبي، هلا بنعمل لكم اياها الراهب، هلا بشرح لك اياها. كبت الراهب هيدي بالسنه مره بيعملوها. ايه بنجيب الباذنجان، هلا بشرح لك اياها بخاطرك، مش صعبه. ايه بدنا مشان غيرنا، مشان غيرك بيسمعوني هلا وبيحضروها. ايه مشان تحضروها لنهار الجمعه، لانه نهار الجمعه عندنا كلهم بيعملوا مثل بعضهم. مزبوط، كلهم بيعملوا باذنجان الراهب. تكرم عينك خيي بطرس، تكرم. هلا بنشرح لكم اياها. ناخذ اتصال جديد. الو الو الو، بونجور. بونجور شيف انطوان. بونجور عيني، اهلا وسهلا فيكي. كيفك؟ خلص منيح منيح، ينعاد عليك بهالكعكات الحلوين المعمولات اللي عم تعملهم. تسلمي تسلمي من معزتي. وانت بألف خير. وانت بخير، ضليك بصحتك حبيبي. شيف انطوان بدي اسلق فول عريض. نعم. بس مشان ما يقشر معي شو في طريقه اعمله؟ لاني بدي احطه للكيس. هلا بشكل عام، بشكل عام نعم، الفول العريض بيقشر، انتبهي بيقشر. ايه بشكل عام. هلا اهم شيء منشان ما يقشر كثير. الو نعم نعم. منشان ما يقشر كثير ما تنقعيه للفول العريض. ايوه. حطيه دغري بالماي. نعم. ماي عاديه. ايه. ورجعي حطيه على النار، نار متوسطه مش قويه كثير. نعم. واتركيش انه يغلي، نوصيله قد اصغر شيء النار عندك. ايوه. ايه واتركي بهالعمليه وما تكون ميته كثيره، بيكون اكثر شيء نسبته انه القشره ما تطلع عنه. وبيستوي معي بلا نقع؟ ايه ايه اختي، انا عم بشرح لك ولو على مسؤوليتي. ايه ميرسي لك. بس المقشور نرجع عليها. ايه الحبه العريضه. نعم الحبه العريضه. ايه 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 خلص على مسؤوليتي، بدي اعملها بكمون وحر وهيك. مزبوط مزبوط. ايه ميرسي لك. تكرمي تكرم عيونك، اهلا وسهلا فيكي. يعني نتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان، وبلشنا بتقريص راسة التمر، وهدى عم تكبسهم لأنه عندها اختصاص دكتوراه بالتكبيس. حلوين، يعطيك العافية. عنجد حلوين. هلا هالقالب عم يطلبوا منا شو هالقالب، بدوخين العيال عم بيتلفنوا على الإذاعة. هذا القالب نحن عم نسوي القفا في القالب. هالقالب أي قالب بتلاقوه بالسوبر ماركت، هاي للمعمول الكبير، هاي للصغير كمان للمعمول الصغير، هذه كمان للمعمول في سوق الحلب، يعني هو اثنين جوز. نحن بالقفا قفاها اخترعناها وعم نسوي فيها التمر. لتعرفوا انه كل شيء انتو لازم تدبروا على طول حالكم، وانا هيك عم علمكم، ما في شيء بنقول لا، كل شيء بينحل معنا بالمطبخ. وبيطلعوا حلوين وكل شيء. هون حط التمر، بيكون متفي بعيد عن بعضهم، لأنه دائما كل شيء فيه خميره
او بيكون باودر، بنحطهم شوي بعيد عن بعضهم مشان ما يلزقوا بس ينخبزوا. ومناخد اتصال جديد. الو 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 بونجور. بونجور سير. بونجورين. معك مدام عباس. كيفك؟ الله يخليك. ان شاء الله عم يعجبك هالتمر. يا عمي غير شكل غير شكل، الله يخلي لنا اياك بصحتك. تسلمي تسلمي. الله يخليك. بدي اسالك شايف انا الكتاب تعال حضرتك. نعم. في مثلا حاطط للعجينه للتمر شيء وللجوز شيء وللفستق شيء، شو السبب؟ ما هلا هيك عم بعمل هون. ايه بس اذا عملنا العجينه هي زيتها وعملنا فيها الجوز وفستق وتمر ما بيمشي الحال؟ بيمشي. بقى انا قلت اول الحلقه بجوز ما سمعتيني. لا ما سمعت. ايه اول الحلقه قلت فينا نسوي، في كتير بيسوون نفس العجينه. نعم. بيمشي الحال. ايه بس اذا بدنا شيء سبيسيال اكثر. نعم. نعمل كل وحده لواحد. ايه بس شو بيفرق يعني اذا اختلفت العجينه المقادير شو بيخلف بالطعم السؤال؟ برافو عليكي. هلا انا مثل هاي التمر. نعم. تاكليها بتدوب دوابين. اه. هيديك بتدوب بس اخف شوي. اه. بس. اوكي بهيدي هي انه فينا اذا عملنا عجينة التمر نعمل فيها الاشياء كلها او الجوز اشياء. لا الجوز اشياء كلها او الفستق الحلبي اشياء كلها. اه فينا. ايه التمر لا ما فيك تعمليهم كلها. اه التمر لا، التمر بس للتمر بس للتمر او بتكون معمول او فستق حلبي فيك تسوي فيها تمر. اه اوكي بس التمر بس للتمر. مزبوط. طيب ميرسي لك شيف. بخاطرك يعطيك العافية. ميرسي كلك ذوق باي. خلص كبس. اه فيتت على الفرن. اي فرن؟ شو بدك تشيك؟ يلا مشي لانه معود على هديك. يلا خلص هلا بننقلها، هلا بننقلها. يلا بس بنشيل هاي بننقل على هيدا. كمان بناخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجور شيف. بونجورين يا اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. عليك. تسلمي وعليكي. ينعاد بالصحه والعافيه. ميرسي. معك مريم. اهلا وسهلا فيكي مريم. بدي عزبك اسألك عن الحمص البيتي. نعم. كيف بيعملوه؟ اول شيء الحمص. ايه وبس بدي اسألك سؤال، اذا بدنا نعمله ونبيع مثلا نوزع للسوق مفروض نحط له مواد حافظة ولا بيمشي حاله هيك بلا شيء؟ حسب المكانة التعقيم. ايه اذا في مكانة تعقيم مظبوطة وبسترة. نعم. بيمشي بلا مواد حافظة بس مش لمدة طويلة. وإذا بده يكون بمدة طويلة أو ايه؟ ضمن علب معدنية. نعم. بده مواد حافظة. لا إذا مثلا العلب البلاستيك هول يلي ببيعون بالسوق عادة بيهدي 6 أيام تقريبا. بيهدي 6 أيام. طب بعزبك بالرسات بليز. تكرمي. اول شيء الحمص بده ينقع من عشية لعبكرة. نعم. تاني شيء بتشيلي المي عنه بتحطيه بمصفاية بترشي عليه رشة كربونات صغيرة تنقعيه بالكربونات 10 دقايق بعدين بتغسليه 3-4 مرات لتروح اثار الكربونات منها ترجعي بتغمريه بالماي وبتسلقيه حسب نوع الحمص. حمص بياخد نص ساعة وخمس دقايق، حمص تاني بياخد 3/4 ساعة. بس يستووا بتشيليهم بتحطيهم بمصفاية بتخليهم يبردوا وبس يبردوا بتحطيهم بالآلة الكهربائية بتطحنيهم على الناعم. بتضيفي لكل كيلو حمص يابس 600 جرام طحينة بتضيفي لهم عصير حامض وبعد بتضيفي له ترجعي تلج مسقع عشان يبيض بتشيليهم وبيطلع عندك الحمص بطحينة. اعطيني اياها. اعطي وحدة. هلا عم نحط هاي الصينية الثانية بالفرن.
رح نكمل ورح نتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا أنا وهدى عبر شاشة التلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا المباشرة، خلصنا راس بتمر، هلا عم نساوي راس معمول. شو حلو يا شيف، نحشيها. وعندنا صينيتين بكل فرن صينيين. هلا اللي عنده فرن بساع اكثر في حط، مش قول الشيف انطوان بكل فرن في صينيه، في حط اكثر. كيف يعني الفرن البيتيه عادي؟ لا في طبقتين. ايه انا عندي ببيتي طبقتين، فيك تحطي اثنين ساعتها. ايه بس شاف الطبقتين يعني من تحت انا ما بدور من فوق، على طول من تحت. نرجع بنقول على طول من تحت، بس شرط انه يكون الفرن منيح. ايه بتعلي شوي ومن نصه طالع بيمشي طبقتين. اوكي. وتكون الصينيه حرفة منه عالي كمان، له تاثير الحرف. شفتن لهول؟ اكيد يعني بدون ما تفرجيني بعرف كيف يطلع. ولا كنا بنقول من تلفي من الشيف انطوان ونساله كيف يطلع، بس انت معنا اليوم مباشره. هيك الحشوه انتبهوا شوي وقت بتكون بهالشكل، شوفوا خشني وما فيها كتير موارد ومظاهر، ما بتجبل معكم، ما بتقسى يعني بعدين الحشوه معكم بالفرن. ولازم يكونوا مليح حشوتهم، مش بدنا ناكل عجين. هلا اللي عنده مشكله للمعمول، ان كان بالنصاحه ان كان للسكري ان كان للكوليسترول، بياكل حبتين خلصنا، هيدي بيقطعها والمرة تبعد عنه. واذا كانت هي رجال يبعد عنها الصينية، يحطها بمحل ويسكر عليها. هلا وقت العين لا تقشع قلب لا يوجع، بيمشي الحال. شوف اذا بعده فيه يعمل هيك يعني، مش لا بكون بغير اوضة مسكرين ما بيأثر البعد، ما منه كتير يعني. هيدي هي انا بنظري ينعمل على اصوله وياكل كتير كمية قليلة الواحد، بس شهوته لأكل المعمول إنه يأكله قرص أو قرص ونص أو اثنين. هلا مش بالشخص ليقولوا النص كيف يقسموه، قرص ونص بالسكين بقصوه، يعني اللي عم يسمعنا وحابب بيعرف في قصوه بالسكين، بس الشخص أكيد ما بيقصوه بالنص. يعني بورسون نص هذا المقصود فيها. ايه؟ شخص ونص بورسون نص. ايه شايف يمكن بطرس. لا بقى عم نصير نوضح. ايه؟ لأنه في ناس ما عندها شغلة بس اللي ما يقعدوا يتنصتوا ويشوفوا شو بدنا نقول. نحن بنفسر شيء على نيتنا وهن بيفسروا على نيتهم. ايه. شو بطرس كان عم بيقول بده الباذنجان الراهي. ايه. برافو. بنجيب الباذنجان اليوم، الباذنجان منيح عم يجي من الاردن، صار منه تحت الخيام بعض المحلات. بنشيل منه الورق الاخضر، نرجع بنشكه بالسكين محلين ثلاثه، بنحط ورق ألمنيوم على الغاز أو من شوية على حطب. بده نار قوية، يعني بده نار قوية لينشوى بقلب الفرن، ما بيسوى وسلق ما بيسوى. هل بده ياكل باذنجان راهب مزبوط. شوف الفرن شايف يلا اربط. يلا هيدي بدها خبز بس يحي. حاضرة فيك تقربي بعد، بنربح قرص واحد بالنص بعدين شوي هيك نربح قرص. نرجع من بعد ما ينشوا منيح منشيلهم، منحطهم تحت المي المسقعة، منقشرهم بالسهولة بتطلع القشرة عنهم، منحطهم على الخشبة بجرحها بالطول شوي صغيرة، إذا فيها بذر بشيلهم بخففهم
وبرجع بفرمهم بالسكين ناعم بس بالسكين ليطلع معي الباذنجان مقطع تقطيع. بفرم بصلي ناعمي فليفلة حلوة حبي وبصل حبي بضيف لإلهم بقدونس ناعم شوي صغيرة زيت زيتون شوي صغيرة وعصير حامض ملح فقط بحركن مع بعضن بضيفن على الباذنجان برجع بحط شوي على الوجه زيت زيتون وبقدونس ومنقدمها لسلطة الراهب يلي تتاكل أكتر شي للناس الصايمين بجمعة العظيمة. طلع طلع أول فوج لك شو حلوين ما بدون كتير خبز. بنحييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكولة. هان على وسهلا فيك هدى. مثل ما وعدناكم امبارح عبر شاشة تلفزيون لبنان ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكولة. هان على وسهلا فيك هدى. مثل ما وعدناكم امبارح اليوم المعمول والمعمول على صنفين وبكرة قدرنا جينا بنعمل كمان معمول على فستق حلبي وبالوقت ذاته بنسويه تقريص وتنقيش بنقشو تنقيش. شاف إذا ما قدرنا بس عجينة الجوز مثل الفستق حلبي نزبط العجينة العجينة قريبة كتير عليها بتمشي هي ذاتها. في ناس بيعملوها زيتها وفي ناس فينا نعكسها ايه يعني هي سميدي اكثر مع طحين الفرخه بتضل الكميات زيتها بصير السميد لهون وطحين الفرخه لهون بنفس المقادير يلي موجوده اليوم عنده. هلا فينا كمان من نفس العجينه نساوي فستق حلبي ونساوي التمر بس انا دائما بفضل الافضل لانتم تتعلموا واذا كنتوا سويتوا عجينه وحده بيمشوا للثلاثه. أول شيء جوز عندي 750 جرام سميد 250 طحين فرخة بالفستق الحلبي العكس 500 طحين فرخة 250 سميد العكس. سكر شو 4 ملاعق جوز 400 جرام زبدة وسمنة 300 رشة خميرة شوية سكر بودرة على الوجه ما بحب كتير أنا شوي صغيرة وسكر 150 جرام للجوز وأكيد بدنا لهم بالحشوة موارد ومظاهر. السمنة اللي هي أساساً لهم هون مع بعضهم قلنا 300 هني بدي يكونوا معدلين يعني فيي استعمل 100 سمنة 200 زبدة وهي البكاس صغيرة بالزبدة 200 أكتر الشركات بيعملوها صاروا 200 كانت 228 جرام هلا نقصوها. مثل ما اوقات بتلاقي انه منخمن الكيس عم نشتريه عن الرف كيلو بتطلعوا علي يمكن يطلع 900 انتبهوا لا الا تفرق معنا بالعيار. اصبح 300 بين سمنه وزبده كل شخص حسب ما هو بحب. فينا نسويهم سمنه على الحل وفينا نسويهم بزبده على الحل وهون استعملنا سمنة الجولدن بليت الطيب. أما بالنسبة لأقراص التمر طحين فرخة على الحل نص كيلو. هلا فينا نعمل عجينة ونساوي منها كمان ما قلنا لا بس أصولا على الحل طحين فرخة ما فيها سميد تمر 300 زبدة 50
ما بنحط بالعجينه سكر هون، لانه التمر هو يعطيها حلاوه حلو، واكيد بنعجنها بنحط لها رشه قرفه للتمر. العجينه هون بنحط لها ما زهر وما وارد وبنعجنها بدنا للنص كيلو 200 جرام بين سمنه وزبده. يعني بشكل عام انه وقت اللي بنقول كيلو نص بدهم 600، الكيلو 400، نص كيلو 200، هيك بدنا نشتغل بالتقسيم، والاكثر والاكثر بيكون كمان على شيء اكثر ما بيأثر. رح نبلش بالعجن. شاف رح ننطلق من شيء انه ما فينا نقول فيه معمول دايت. ايه برافو عليك، هاي عجبتيني فيها وعلى طول بتعجبي مثلي. ما بدنا شو هو المعمول الدايت؟ السكر هودي شوي اللي شايفتون بحطوا نصهم او بحطوا شوي من اصناف اللي بتعطي حلاوه وما فيها سعرات حراريه، يعني شيء بسيط فرق. وهيدي الكميه بين السمنه والزبده، او استعملوا نوع سمنه وزبده نسبه المي في اكثر من هاي النسبه بخففوا شوي كميه السمنه والزبده فيها وبيطلع ساعتها المعمول دايت. بس انا تسالوني بقلكن ما في معمول دايت، ما بيطلع اخف سعرات. يعني بلا ما اكل القرص الصغير في 70 سعره، يمكن يكون في 60، يمكن يكون 55، هذا اكثر شيء بينزل، والا بصير يقسى المعمول وما بيعطي طعمه المعمول اللي بتفت فت تحت سنيننا وناكلها. في شغله كمان مهمه لازم نعرفها، انه المعمول في حال بده يسووه دايت يعني اخف شوي، هالسكر ما بيستعملوه، بيتعودوا على حلاوه السكر الموجوده بقلبه، او بيستعملوا انواع من السكر بتعطي حلاوه بدون السعرات بتكون نسبه خفت شوي، بيقللوا نتف كمان من السمنه والزبده فيها شوي مش كتير، وما يفكروا اذا عملوا معمول بالزيت انه دايت. انتبهوا، هي والزيت او اكثر، انا بقول لكم اكثر من الزبده من السمنه لا مثل بعضهم. اما ساعتها فينا نخفف ونكلهم، يعني يكونوا مقسم المعمول انه يتاكل بفتره قصيره، لانه كل ما مدت الوقت معنا كل ما قسى معنا المعمول. ومن هون هالمعمول اللي نحن عم نسوي لكم اياه اليوم، انا على مسؤوليتي شهر بهدي وبس ناكله بفتفت. هون المرجله بتحضير ريسيت تكون طيبه ومليح مسيطرين عليها. حطينا السميد اللي هو 500 جرام، طحين فرخه 250 جرام، منجيب كاسرولة. أي سكر؟ هي السكر. هاو السكر بيستعملوا بخفف، وأنا خففت كل شيء حسب نسبته. منخفف شوي صغيرة من السعرات الحرارية فينا نسميه إنه أخف أو للحمية. منحط الزبدة وبحط السمنة أهم شيء هون ما تغلي، ممنوع تغلي، بدنا نحلهم بدون ما يغلوا. هيدي هي العملية. هلا شاب المعمول ما في مي بس سمنة وزبدة هما زهر وموارد. نعم يعني هلا إذا من هون المعمول منقول إنه غني بالسعرات، 20 كيلو بعشرة أشهر بينزلوا شو بده، بدلت صحته منيحة، الخلايا عم تشتغل بشكل منيح، يعني هذا كله مهم للشخص يعرفه. يا شباب اذا نزلهم شوي شوي ما بقى يرجعوا بسرعه، ما عادش بيرجعوا بسرعه بالوقت زيته ما بيتضايق، واي خلايا بتضل عم تشتغل بشكل سليم. وقت بينزلوا دفعه واحده في خلايا واشياء بتشتغل بغير طبيعيه. يلا هاي المعمول خلص، برش عليه هو بسخن شوي قليل من السكر البودره، قلت لكم انا ما بحب كثير قليل، وليش هو سخن؟ ليشرب شوي منهم. هلا انا بحب بس يكون بارد شوي مشان ما يشربون كثير، بس الوقت يلي هو مداهمنا بنا مضطر نشيلهم لنسكبهم. يلا حط فوطه تحتهم، هو سخنه.
هالمعمول هو مناسبة لكل الأعياد بكل الطوايف، كل طايفة بعيدة بتساوي هالمعمول، وإن كان بتجوز أو بقراص تعمر بسرعة ايه ما في وقت ايه. مشان هيك كل الطوايف إجمالا بمناسبة الأعياد عندها الشيء وقت بيكون حلو عندها بتحتفل العائلة كلها سوا، الأم بتساوي هالمعمول وبتهديهم لأولادها وبتطعميهم ومن قلبها بتكون مبسوطة لأنه سويت لهم هالمعمول الطيب، وساعتها تيجي العيد وأكيد مع بركة القداسة يلي بتكون موجودة عند كل طائفة حسب الطوايف يلي عندهم إياها. أنا هدى بشكرك، حطيها هونيك، على معاونتك على هالنوعين من الحلو المعمول وأقراص التمر. من حي كل مشاهدي تلفزيون لبنان ومنشوفكن بخير.